بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي متابعي قناتي على اليوتيوب. طبعا بالنسبة للبيتكوين اليوم راح نعمل تحديث جدا مهم بالنسبة للبيتكوين. طبعا أول شيء أوكي، كنا نزلنا إحنا نسخة الإندكس ب 13 أبريل، عملنا عليها تصحيح. اوكي، هذا فيديو البرزنتيشن تبعها. حكينا من 13 ابريل اوكي حتى 22 عنا توب، عنا شراء. من 22 حتى 23 عنا بيع. من 23 حتى 26 عنا شراء. حتى 29 عنا بيع. طيب خلينا نشوف احنا على الشارت شو صار معنا، ونشوف شو في تحديثات جديدة. طبعا الفيديو حيكون قصير لأني ما بحب طول بالفيديوهات. 13 أبريل 2020 قلت لكم أنا شراء، وقلت لكم أنا علي على حسابي أنا حاشتري البيتكوين. أوكي طيب، طبعا 13 أبريل هذا هو، اوكي هذا هو 13 ابريل او ابريل. اوكي حسب الاندكس قلت لكم هون الدورة هي صاعدة. اوكي طيب، قلنا حسب الفيديو تبعنا هذا هو الفيديو. اوكي قلنا من 13 ابريل عنا متوقع قاع، اوكي صعود حتى 22 ابريل، بعدين حتى 23 ابريل اللي هو يوم واحد عنا هبوط، بعدين صعود مرة ثانية حتى 26 ابريل، بعدين هبوط. اوكي هلا النقطة الجديدة اللي انا طلعت بهذا الفيديو خصوصي، تعرفوا انه انا فيديوهاتي ما بطلع الا بالنقاط المهمة، ما بحب الحكي الزايد. في بعض المحللين كل يوم بيعملوا لكم فيديو، فانا حاعطي بس على النقاط المهمة، ومتابعيني على قناتي متعودين على هذا الشيء انه انا بحكي بس الاشياء المهمة، والحكي الزايد حقيقة انا ما بحبه. ف 13 ابريل هذا هو، خلونا نشوف نحن. اوكي بعد منا قلنا في صعود، طبعا واضح البرزنتيشن ما بده واحد محترف حتى يقرأ. اوكي تمام، طيب هذا هو البيتكوين، هذا هو 13 ابريل. اوكي قلنا بعد منه صعود. اوكي تمام، نمسح. قلنا بعد منه صعود. اوكي فانت هون توجه عملياتك بده يكون شراء حتى 22 ابريل، هذا هو 22 ابريل. اوكي طيب ماشي، لاحظ هون الترند، كل ما كان عم يصير في هبوط عنا اتجاه صاعد، كل ما عم يصير في هبوط عنا اتجاه صاعد. من 22 اوكي حتى 23 ابريل كمان عنا صعود، وشفنا اليوم 23 ابريل الصعود اللي صار. اوكي مع انه كمان كل المحللين كانوا متوقعين انه بعد ما هبط هذا الهبوط انه يصير عنا هبوط لتحت، نحن لا، يوم 23 قايلنا الاندكس انه انا عندي صعود، فهذا هو يوم 23. اوكي هذا هو يوم 23، راح احط خط رأسي فيه. اوكي راح احط خط رأسي فيه، هذا هو نحطه افتح شوي، فراح احط خط رأسي فيه، هذا هو يوم 23 ابريل. كمان شفنا الصعود اليوم كان صعود مفاجئ للعملات، ما حدا متوقع انه صعود. طيب الآن وات نيكست، احنا كنا حكينا عن مستويات تقريبا 8000 اوكي للبيتكوين. هلا شو اللي حيصير؟ اوكي هذا هو الاندكس تبعنا، احنا هون حاليا هون 23 ابريل بهي المنطقة، 23 ابريل كان اليوم، شفنا هذا الصعود اللي هو قاع. اوكي
بوتوم يعني قاع، يعني بعد منها احنا نتوقع صعود، بظن الامور واضحه. حتى 26 ابريل هون انتبه، انا 26 ابريل هون اعطيك توب، ولكن حقيقه اوكي حسب الاندكس هون انتبه، بعد 26 ابريل وقفوا كل عمليات الشراء، كل عمليات الشراء بعد، يا جماعه بعد 26 ابريل اوكي وقفوا كل عمليات الشراء، هذا حسب الاندكس الزمني. اوكي هلا سعريا بدي احكي، سعريا اوكي بدي احكي سعريا اوكي بدي احكي سعريا 26 ابريل يوم 23 الساعه 11 3 دقائق مساء، يعني باقي 3 ساعات تقريبا او 4 ساعات حتى يقفل السوق الساعه 3 منتصف الليل حسب توقيت السعوديه. اوكي عظيم، فحتى 26 ابريل احنا شفنا هذا الصعود. اوكي هلا اوكي الشيء الجديد بدنا نشوفه، لساتنا على الاندكس تبعنا 26 ابريل عندنا هبوط. اوكي هذا هو يوم 26 ابريل، ححط شمعة عنده، عفوا حط عنده يوم 26 ابريل. اوكي يوم 26 ابريل هون خلاص هي الموجة الصاعدة كلياتها حتوصل للأوج تبعها، حتوصل للذروة، ما عاد في شراء للبيتكوين مرة تانية، ما عاد في شراء للبيتكوين يوم 26. طبعا ممكن يتأخر الاندكس 27 28 يومين زائد يومين، اوكي ممكن يومين تمام زائد يومين ناقص يومين. اوكي فعشان هيك طلعت اليوم بهذا الفيديو، فلذلك عمليات الشراء تتوقف. طيب هلا واحد حيقولي اوكي الاندكس تبعك جيد جدا، اعطانا فرصة الشراء هي وعملنا تمام ربح معين حسب كل واحد فيكم نقطة دخوله، اوكي لانه هذا اندكس زمني ما له علاقة بنقطة دخولك. اوكي طيب فيوم 26 ابريل اوكي ننتبه لنقطة معينة انه انتهى تمام 90% الاحتمال الاندكس شو بيقول لي، طبعا انا عم بعطيكم راي الاندكس اوكي بيقول لي ما عاد في شراء للبيتكوين خلاص انتهى ستوب لا تشتري البيتكوين، بعد منا في عندنا موجة هابطة. اوكي طيب عظيم جدا، طيب وين الاسعار؟ لو واحد بده يسال وين الاسعار من قبل الاندكس ما كان بيعطيني اسعار، ومن قبل قايل لكم احنا عم نشتغل على تطويرات جديده بحيث انه يقدر الاندكس يعطيني الاسعار. اوكي طيب فالاندكس حاليا اوكي الاندكس حاليا بيقول لي عندك هاي النقطه 7575. اوكي طيب 7575 اوكي طيب فبكره ممكن نشوف هبوط تصحيح. اوكي هذا تصحيح ما له علاقه بالدوره الزمنيه، ليش؟ لانه انا لساتني طالع حتى 26 شوفوا الاندكس. اوكي مثل هذا التصحيح هون الصغير اللي صار ما لي علاقه فيه، انا من 13 حتى 22 شراء، 22 حتى 23 يعني هو يوم واحد. اوكي يوم واحد هو كمل صعود يوم 23. اوكي من 22 الى 23 هي الفتره يوم واحد ما لحق يهبط كمل صعود. اوكي بدكم تشوفوا الهبوط بتشوفوه على الفريمات الصغيره، لو شفتوا يوم 22 الى 23 كان بدايه اليوم في عندنا هبوط. اوكي لو شفنا الفريمات الصغيره عشان ما حدا يسالني عن هذا اليوم. اوكي نمسح كل شيء. يعني تقريبا بهي المنطقة، اوكي؟ كان في هبوط، اوكي؟ طبعا هذا ممكن انت ما تشوفه على الفريم الديلي، اوكي؟ لأنه أنا هلا شغال على الفريم الديلي، اوكي؟ طيب فممكن ما نشوف هذا الهبوط. طيب، النقطة الثانية الآن المهمة، اوكي؟ نرجع لحديثنا، يوم 26 ما عاد في شراء، بعد يوم 26 ممكن 25 ممكن 27، اوكي؟ انتبه لهي النقطة، طيب واحد حيسألني وين الأسعار؟ الاندكس تبعك ما بيعطي اسعار. هلا الشيء الجديد ابتداء من شهر مايو رح نبدا نعطي الاسعار، اوكي؟ عملنا ابديت جديد اللي هو الفيرجن 5، هلا هذا اللي شايفينه انتم قدامكم، اوكي؟ هذا اسمه الاصدار رقم 4 بعد ما صححنا الخطا اللي صار هون قبل 13 كان خطا وحكينا هذا الكلام، اوكي؟ يعني الامور واضحه وصريحه. فهلا نحن بعد هذا الشهر حنبدا نعطي الاسعار،
يعني بعطيك هي التوب والسعر المتوقع لها، هي البوتوم والسعر المتوقع لها. طبعا احنا ما حنعطي مثل الاندكس راح نعطيه شهر لقدام، لا انا راح اعمل جروب على التليجرام وهي الاسعار اوكي راح اعطيها اول باول، اسعار التوب والبوتوم، لانه بعد فتره هذا الموضوع راح احوله من مجاني لمدفوع. موضوع الاسعار اوكي، يعني 22 ابريل اوكي، وين السعر المتوقع؟ اوكي وين انت قلت لي انه عندك توب 22، وين السعر المتوقع؟ يوم 23 ابريل قلت لي قاع، وين القاع المتوقع؟ وين سعره؟ هذا الموضوع مبدئيا حافتحه مجاني يمكن مدة شهر شهرين شهر ونص حسب الوضع شو هو، اوكي؟ بس ما حيزيد عن شهرين، بعدين حيتحول الموضوع لمدفوع بالنسبة لأسعاره. الاندكس الزمني حيظل مفتوح، اوكي؟ مجاني. تمام؟ فبالنسبة لهذا الموضوع، اوكي؟ فهيك تمام هون هلا، اوكي؟ ممكن نشوف حركات جانبية، اوكي؟ البيتكوين يهبط يصحح، اوكي؟ نحن لساتنا هلا بالدورة الزمنية الصاعدة، انتبهوا، اوكي؟ من 23 حتى 26 صعود، هلا 23 حتى 26 شو ممكن نشوف؟ ممكن نشوف هبوط، بعدين يرجع يطلع يوم مثلا، يرجع يهبط، يطلع يوم لحتى يعمل التوب النهائي اللي هي تقريبا حوالي 26، لو زادت ل 27 بعدين عندنا هبوط، ممكن كمان تكون يوم 25 انتبهوا، اوكي؟ كان هذا الموضوع عن موضوع الاندكس. طبعا هون القيم الدورات الزمنية قريبة من بعضها مثل ما انتم شايفين، يعني 22 23، فانت ما حتلاحظ قوة الدورات الزمنية 13 22. انا قلت 13 ل 22 شراء، طيب اللي اشترى يوم 13 اوكي، طبعا لاحظوا الهبوط اللي صار بعد منه، رجع هون هي شمعة اللي صعدت، اوكي صعود ما كان متوقع، وهذا صعود يوم 23 ما كان متوقع، لاحظوا انه هبط زي الشمعة عمل طش، فعمل نموذج شبيه بنموذج الدبل بوتوم اللي هذا هو اوكي، وبعدين رجع صعد. ليش رجع صعد؟ لانه انا اصلا في دورة زمنية صاعدة، فهذا الهبوط اللي صار في هدول يومين بعد 13 ما له اي دين لازمة اوكي، فهو حيطلع يصعد لفوق بفعل تأثير الدورة الزمنية. طيب ليش طلع يوم 23؟ كمان بفعل تأثير الدورة الزمنية انه هي الصاعدة اب، شوفها هون من 23 حتى 26، فالمفروض تكون انت شراء، ما قفلت الشراء تبعك. طيب 23 حتى 26 اوكي كمان حتكون صاعدة اوكي، هنلاقي هون حيهبط يصحح مثل ما هون عم يهبط يصحح مثل ما هون عم يهبط يصحح، بعدين حيرجع يطلع. طبعا هون السكالبر ممكن يشتغلوا اوكي، اللي بيشتغلوا سكالبنج اللي بدهم 1% نص بالمية 0.25%، ولكن المضاربين طويلي المدى خلاص قفلوا البوزيشنات تبعهم، البوزيشن تبعك اللي انت فاتحه من يوم 13 خلاص انقفل عند اليوم 26. طبعا هون انا ما نوهت في اصدار الاندكس انه هي حتكون قمه ميجر يوم 26 متوقع اوكي، فانت حاليا بالنسبه للاسعار اوكي، بالنسبه للاسعار فعندك هون 7575 حطلي عليها هون، هذا الخط تبعك، الخط اللي بعد منه مباشرة 9300. خلاص أو هون، هون عند هي 9200 أو 9170، أوكي يعني 150 دولار ما في مشكلة. فلو قدرنا نكسر هي القمة اللي تحققت اليوم، أوكي، أو هي الهاي عفوا، هي مو قمة، اوكي الهاي تبع شمعة اليوم، فمباشرة حلاقي الصعود عنيف ما يوقف ما يوقف. ليش؟ لأنه هو بده يعمل توب، البيتكوين حاليا عم يعمل توب اوكي، فمباشرة حلاقي طلع ل 9000 وممكن وصل 9300، يعمل زيول شموع هيك لفوق توصل ل 9300 9375، بعدين يكمل هبوط. ولكن جميع الأحوال يوم 26 انتبهوا إنه في عنا اوكي، في عنا تمام، في عنا توب. بالنسبة لي على حسابي خلاص أنا قفلت الشراء، أي نعم باقي 3 أيام، ولكن هي 3 أيام حتكون تصفية حسابات، حتكون إيهام للناس. الناس شو حتقول لك؟ إنه حيرجع يختبر هي القمة أوكي، حيكمل صعود، هي هي توقعات المحللين، أنا بعرف شو حيقولوا، حيطلع يكمل لفوق، ولكن احتمال 90% إنه ممكن ها يعطيني زي الشمعة فوق هي الشمعة، بعدين يرجع يهبط. هي إذا عمل زي الشمعة ممكن يلاقي اتجاه جانبي
بعدين يكمل هبوط. طيب الهبوط لو انت لو حيوصل الهبوط حيوصل ل 5700 مرة تانية. هون انتبهوا، الهبوط حيكون عنيف، الهبوط حيكون عنيف لو صار بعد يوم 26 بشكل تقريبي، اوكي بشكل وسطي. انا بعطيكم اليوم الوسطي، ممكن يكون 25 وممكن يكون 27، that's all. اوكي، فالاندكس مثل ما قلت لك انا والشرح قبل حكينا عن هذا الموضوع، انه الاندكس بيعطيك طبيعة انحياز السوق بهي الفترة من 13 حتى 22. انحياز كان ايجابي، انحياز صاعد للبيتكوين. لاحظوا من 13 ل 22، هذا هو 21 22 انحياز صاعد، كل ما عم يهبط عم يرجع يطلع. 23 اوكي، 22 ل 23 هو يوم واحد، اوكي هذا هو 22 23، بعد منه عندنا صعود، فانا لازم ضل اشتري مره ثانيه. وين ستوبي؟ كان لازم يكون اوكي ستوبي اللي هو اوكي 6400 قاع هذا، اوكي هلا هلا اوكي للي مشتري اوكي من 13 وبده يكمل لساته معند ما لو ناوي يطلع، اوكي فانت حكما ستوبك يا صديقي 6700، 6700 هذا ستوبك. اوكي لو انت مكمل ومعند ومتوقع انه البيتكوين يكمل لفوق، فانت عندك 6700 هذا هو ستوبك، ستوب رقمي واضح عشان ما حدا يناقشني كثير. اوكي هذا هو الاندكس بيقول لي 6700، اوكي هي حاطط لكم اياها، هذا ستوبك الواضح الصريح. ليش؟ لانه بعد منه حتهبط انت ل 5700، هاي هي 5700 حاطط لكم اياها، اوكي وحيكون هون هبوط سريع وعنيف 5700. اوكي فبعد يوم 26 توقعوا هلا يعمل لكم اتجاهات جانبيه، البيتكوين عزمه صعود حيخف وحيهبط. اوكي هلا انتم حتلاقوا تصحيح، انا مثل ما قلت لكم وقت قبل شرحت لكم هذا الموضوع، وتلاقوا شموع طويله صاعده مثل هي. هلا هي الشمعه كان فيها اوكي كان فيها عزم اوكي بالصعود. طبعا بيتكوين صعد نسبه بسيطه بالنسبه لبقيه العملات، تقريبا طلع 5.63% نسبة مقبولة، أوكي اليوم طلع. فأنت لما تشتري ما بتشتري من فوق شمعة هي وصاعدة، ما بتشتري ليش؟ لأنه بتكون أسعار عالية، بتكون أسعار غالية. نحن قاعدة التجارة بنشتري برخيص وبنبيع بغالي، حاليا هون أسعار البيتكوين صارت غالي البيتكوين، فمتوقع هبوط عودة لنقطة 5700 ذاتس أول. خليني أنتقل بشكل سريع على الستيلر، عملة الستيلر ليش؟ لأنه هي العملة الصعبة. اوكي حتى فرجيكم قوة التحليل الزمني، هي هي عملة ستيلر طلعت 15.46 حتى هي اللحظة. اوكي نمشي مع الاندكس لحتى فرجيكم انه الاندكس بيمشي مع كل العملات. اوكي بيمشي مع كل العملات. يوم 13 كان هابط، 14 هبط، الناس قالت لا خلاص بده يهبط. يوم 15 قالت الناس بده يهبط، ولكن علما تحت الاندكس تبعي من 13 حتى 22 انت بدوره زمنيه صاعده. يوم 16 اعطاهم هي الشمعه، لاحظ هبط بزيل شمعه فقط وطلع. اوكي طبعا هون ما عم بحكي عن نقطه دخول عن ستوب لوز، عم بحكي عن دوره زمنيه طلع. اوكي عندك النقطه الثانيه هي 22 21 22 من 22 حتى 23، 23 هي نفس النقطه، هي قاع بوتوم كاتب لك اياها هون. لاحظ يوم 23 قد ايه طلع، طلع 15.59. فشيء جميل جدا لو انت مشتري في يوم 23، شوف قد ايه نسبة الصعود، قد ايه كنت كسبان 15% من محفظتك. اوكي هذا احتمال اللي شو بده يصير عند ستيلر، نفس الشيء بالنسبة للبيتكوين بده تهبط. اوكي انت هون ما عاد في عندك فرص شراء، اوكي ما في عندك فرص شراء. ليش؟ لانه انت القاعدة بتقول لك انت بتشتري برخيص بتبيع بغالي. هون اوكي هي قاعدة التجارة احفظوها. اوكي حاليا سعر غالي تبع ستيلر، اوكي السعر تبعه غالي، فانا هون ما بشتري. وشمعة فيها عزم قوي، اوكي معناته اللي بده يشتري اشترى، السوق ارتفع صار سعره غالي، وقت البضاعة يطلع سعرها فاوتوماتيكيا انت بتقول لحالك انه سعرها غالي. على مستوى الطماطم اذا طلع سعر الطماطم بالسوق انت فوق الشيء المألوف، اوكي او فوق المتوسط لأكثر من بياع، تدخل عند بقالة أو بيع خضر بتلاقي السعر غالي،
فانت ما حتشتريها، اوكي؟ فنفس الشيء بالنسبه لستيلر، لا 15% فسعره غالي، اوكي؟ هذا الصعود عشان ما تلبس. فهون انا ما بشتري. لو بدي اشتري انسى التحليل الزمني لفتره دقيقتين، لازم اشوف تصحيح. بعد التصحيح بدخل بشتري، بس ليكسر الهاي تبع هي الشبعه. لكن هذا الحكي غير متوقع انه يصير، اوكي؟ ممكن نشوف هون اتجاه جانبي، بعدين يرجع يطلع شوي، بعدين يكمل هبوط، اوكي؟ حيرجع تهبط الستيلر مرة ثانية. طبعا أعطيتكم مثال إنه أنتم كيف تستفيدوا من التحليل الزمني بعمليات المضاربة. الشهر الجاي حنزل البيتكوين بالنسبة للسعر، حنحط الأسعار تبعها، وبعدين حنشتغل بالعملات، أوكي؟ بس نتأكد إنه الأسعار صارت دقيقة، الإندكس عم يعطيني النتائج. فالشهر الجاي إن شاء الله تعالى مايو حيكون عندي شيء سعري وزمني، أوكي؟ بالنسبة لستيلر، لو نحن توقعنا ما كان صحيح وكمل صعود، حيطلع لهي منطقة المقاومة، هي هي اللي هي طبعا هذا ستيلر بالنسبة لليو اس دي تي 0.0734 إلى هي المنطقة 0.0701. لو كمل صعود حتى يوم 26، ولكن تنتبهوا كمان لستيلر إنه هو ماشي مع البيتكوين مثل ما شفتوا صعود، أوكي؟ فمتوقع يصير عنه قمم، فانتبهوا لهذا الموضوع، أوكي؟ حتكون قمة ميجر، أوكي؟ يعني حنشوف بعضها هبوط محترم بالنسبة لستيلر وبالنسبة للبيتكوين وكل العملات هي الأولى، أوكي؟ اللي بتلحق البيتكوين. نهاية الفيديو، أتمنى للجميع التوفيق، وإذا كان في شيء مو واضح، أوكي؟ اكتب لي تعليقك أسفل الفيديو، بهمني أسمع رأيكم بالإندكس هذا الشهر، اللي هو شو تعليقاتكم، كويس ما هو كويس، حتى لو كان تعليقك سلبي اكتبه طبعا، بس يكون محترم. نحن بنستقبل كل التعليقات ونرحب فيها طالما هي ضمن نطاق الاحترام، طالما هي بتنقد فكرة علمية ما بتنقد شخص أو ما بتتوجه باتجاه شخص. نهاية الفيديو، أتمنى للجميع التوفيق، واللي استفاد من الإندكس يكتب لي تحت أنا استفدت من الإندكس، واللي ما استفاد يكتب لي ليش ما استفاد من الإندكس. أتمنى للجميع التوفيق وتحياتي عماد جان.